أهلا بحضراتكم من جديد. تشهد المملكة العربية السعودية منذ سنوات تغييراً وتطويراً لافتاً على أصعدة مختلفة، لا سيما على المستوى الثقافي والتطور الاجتماعي، ما يتماشى وفق ما تقول المملكة العربية السعودية مع روح العصر ومتطلباته، وفي ذات الوقت مع معايير وقيم الشعب السعودي. لتثبت هذه الموجة التحديثية كما باتت تعرف أن أهم ما يحتاجه العالم العربي اليوم والتحديث والتطوير لما يعزز مناعة العالم العربي تجاه أشكال المخاطر والتحديات المتنامية. للمزيد إذن ينضم إلينا من القاهرة من العاصمة المصرية على الهواء مباشرة الدكتور محمد فايز فرحات مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، كما ينضم إلينا من العاصمة السعودية الرياض عبر سكايب الكاتب والباحث السياسي سعد عبد الله الحامد. أهلا وسهلا بكما. أبدأ من الرياض مع الأستاذ سعد الحامد. أستاذ سعد أهلا وسهلا بحضرتك، ما الذي دعت إليه الضرورة فيما يخص موجة التغيير والتحديث كما أصبحت تعرف في المملكة العربية السعودية؟ أهلا وسهلا وشكرا على الاستضافة. في الحقيقة بأن التحديات الراهنة في منطقتنا وما تشهده من تغيرات وأخطار تحيط بمنطقتنا العربية وتحيط بدولنا العربية كانت سبب مهم في أن يكون هنالك تغيير جذري فيما في السياسة، يعني العديد من المجالات والسياسات والتطورات الموجودة في المملكة العربية السعودية، مما لا شك فيه أن سمو الأمير محمد بن سلمان من خلال رؤيته الملهمة التي وضعها استطاع أن يحقق نقلة نوعية للمملكة العربية السعودية على عدة أصعدة، ورأينا الجانب الاقتصادي، رأينا التنوع الاقتصادي، رأينا على المستويات يعني السياسية والاقتصادية والتجارية، وكيف أن المملكة حققت قفزات نوعية في موضوع النمو بالنسبة لاقتصادها، كذلك رأينا كيف أن المملكة أصبحت ضمن مجموعة 20 ومن الاقتصاديات القوية التي تصاعد يعتمد عليها وترغب العديد من الدول أن تدخل ضمن أن تدخل السوق السعودي للاستثمار والدخول ضمن هذا الاقتصاد العظيم. في الحقيقة بأن التنوع والبروغماتية التي تحاول المملكة العربية السعودية بقيادة الملك سلمان حفظه الله وسمو ولي عهده وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان شيء مهم. الآن الرؤية تحاول أن تحقق ازدهارا في الجانب الاقتصادي، تحاول أن تحفز أبنائنا الشباب على العمل بشكل أكبر، على التطوير، على أن يكون هنالك ثقافات، تشجيع السياحة، تشجيع الاستثمار. رأينا أيضا أن المملكة العربية السعودية تحاول أيضا من خلال رؤيتها أن تكون تخلق التنافس المطلوب، تحافظ على أسواق النفط، تحاول أن يكون هنالك تدعو إلى تضامن عربي أكبر مع الدول العربية، ورأينا هذا من خلال العديد من القمم التي أقيمت في المملكة العربية السعودية. رأينا أيضا جولات سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الخارجية في شرق آسيا، في العالم ككل. رأينا كيف أن المملكة العربية السعودية أصبحت محط أنظار العالم، كل ذلك نتيجة للرؤية، رؤية المملكة والتنوع التي تشهده المملكة، أيضا رغبة المملكة وقيادتها بأن يكون هنالك عدم اعتماد كلي على البترول، وأن يكون هنالك تنوع في مصادر البترول، أن يكون هنالك مصادر أخرى لدخل المملكة العربية السعودية لكي لا تكون هي السلعة الأساسية التي تعتمد عليها المملكة العربية السعودية. المملكة العربية السعودية تشهد نموا وازدهارا كبيرا، رأيناه من خلال ما نشهده الآن. رأينا أيضا في الجوانب السياحية، الفنية، الثقافية، حتى في المجال مكافحة التلوث المناخي. رأينا لكن بأن سعد هل كان هذا الأمر مقصودا أن يتم الحديث عن كل أشكال التغيير والتطوير التي تتم بشكل متوازن، الحديث عن تغير في نمط الإدارة السياسية السعودية، الحديث عن تغير في حجم ما تسهم به المنتجات النفطية والقطاع النفطي ضمن الناتج المحلي الإجمالي في السعودية، الطفرة في القطاع السياحي، الحديث عن فلسفة ثقافية أخرى مختلفة، هل كان هذا أمرا مقصودا ولا هي بالدفع الذاتي كما يقولون خطوة تلي خطوة؟ الواقع الدولي والتغيرات الدولية والمستجدات الدولية أوجدت ضرورة لأن يكون هنالك تغيير جذري فيما يحصل الآن. الرؤية التي وضعها سمو الأمير محمد بن سلمان، الدماء الشابة النابضة التي تريد التغيير، تريد أن تصنع مستقبلا أكبر، مستقبلا متغير، تريد أن يكون لها بصمة في هذا المستقبل القادم. المملكة العربية السعودية دولة شابة، لديها قيادات شابة، تريد أن تحدث الفرق، تريد أن تغير، تريد أن يكون لها مكانة بين الدول العظمى. ورأينا بأن اقتصاد المملكة يحقق
قفزات نوعية. رأينا بأن يعني الواقع الدولي، الدول العظمى الآن تنظر إلى المملكة كند بندية. الندية هذه هي من جعلت المملكة العربية السعودية يعني الآن تتغير في سياستها الخارجية. لا يوجد يعني لا يوجد أسباب أخرى سوى أن التغيرات الدولية أيضا هي سبب مهم فيما يحدث الآن في المملكة العربية السعودية. وإرادة القيادة، رأينا بأن مرت علينا أزمة كورونا، رأينا بأن مرت علينا الحرب الأوكرانية الروسية، رأينا بأن المملكة ثابتة وراسخة على نهج واحد، وهو أن البحث عن مصالح الوطنية، عدم الإضرار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، عدم يعني عدم ضرب أي يعني عدم التدخل بشكل يعني يخل بأمن واستقرار المنطقة. دائما المملكة تنشد السلام، دائما سياستها أن يكون هنالك استقرار في المنطقة، تبحث عن أن يكون هنالك كما أسلفت تضامن أكبر، استقرار أكبر في المنطقة. نعم دكتور محمد فايز فرحات، التعبير الذي استخدمه الأستاذ سعد الحامد قبل قليل، تعبير التغيير الجذري، هل ترى أن ما جرى في المملكة العربية السعودية ويجري حتى هذه اللحظة هو أقرب إلى هذا التوصيف بأن هناك تغييرا جذريا ما، وما المقصود من ذلك؟ نعم مساء الخير. أولا يعني بالفعل أتفق مع ما قاله الأستاذ سعد فيما يتعلق بتوصيف عملية التغيير التي تحدث في المملكة العربية السعودية، وفي رأيي أن هذا التغيير يعني ما يعني يدعم الافتراض أو الانطلاق من أنه تغيير جذري أنه تغيير له طبيعة خاصة. يعني أولا لا يمكن فصل عملية التحول الجارية الآن في المملكة العربية السعودية عن موجات التحول السابقة، يعني مرحلة التأسيس ثم مرحلة ما عرف بالاقتصاد النفطي ثم المرحلة الحالية هي مرحلة تغيير شامل. لكن ما يميز عملية التحول الجارية الآن في المملكة العربية السعودية أنها تتسم بمجموعة من السمات بالفعل يعني تدعم وصفها بأنها تحولات جذرية. أولا هذه التحولات في رأيي كما أشرت قبل ذلك هي امتداد أو جزء يعني حلقة جديدة أو مكملة لحلقات التحول في المملكة العربية السعودية. العامل الثاني هو وجود يعني قيادة أو جيل جديد من القيادات السياسية في المملكة العربية السعودية، هو جيل له نمط خاص يؤمن بفكرة التغيير وفكرة التحديث في المملكة العربية السعودية. وهذه الرؤية هي امتداد في رأيي لقراءة لطبيعة التحولات التي تحدث في النظام العالمي، التحولات التي تحدث في الاقتصاد العالمي وفي موازين القوى، لكن هي أيضا قراءة لطبيعة التحولات التي تحدث على المستوى الاجتماعي في داخل المملكة العربية السعودية. هناك تحولات اجتماعية مهمة، منها صعود جيل الشباب. الجيل الحالي في الشباب يختلف عن الأجيال السابقة، أنه جيل تفاعل بدرجة أكبر مع الواقع الدولي ومع المجتمع الدولي، جيل أيضا انخرط في يعني مؤسسات تعليمية في الخارج وفي في الغرب، بالتالي هناك قراءة، هناك تطلعات أيضا لدى شرائح محددة ونوعية داخل المجتمع السعودي خاصة شريحة المرأة. فبالتالي أعتقد أن قراءة للتحولات الاجتماعية التي تحدث على الأرض وداخل المجتمع السعودي، يعني أعتقد أن هذه قراءة هذه التحولات بالتأكيد كانت داعمة لطرح رؤية شاملة لعملية التغيير. وهذه الرؤية كما نعلم تجسدت في سياسات عديدة، لكن كان أهمها رؤية 2030 التي تتحدث عن أو تنطلق من مشروع كبير لعملية التحديث وعملية التطوير. وهذا التحديث لا يتجاوز البعد الاقتصادي، أشار الأستاذ سعد إلى سعي أو وجود مشروع لدى المملكة العربية السعودية لتجاوز مرحلة النفط، بمعنى أنها تعطي اعتبار الاقتصاد أو لجزء أو لمساهمة قطاع النفط والطاقة بشكل عام في عملية التنمية وفي الاقتصاد السعودي، لكن في نفس الوقت هناك اتجاه أو مشروع لتنويع الاقتصاد السعودي بحيث يتجاوز أو يعني يفسح المجال لقطاعات أخرى بجانب القطاع، قطاع النفط وقطاع الطاقة. حتى فيما يتعلق بقطاع الطاقة هناك توجه أيضا للاعتماد على يعني مصادر الطاقة الجديدة. فهي المشروع هو جزء منه تأقلم مع التحولات التي تحدث في الاقتصاد العالمي. دكتور محمد، هو يعني السؤال سأطرحه على حضرتك وسأطرحه على الأستاذ سعد، لكن سأبدأ مع حضرتك. طالما أن هناك اتفاق على أن ما جرى ويجري هو أقرب إلى توصيف التغيير الجذري،
كيف أمكن إقناع أو تمرير هذه التغييرات الجذرية داخل بيئة المجتمع السعودي بأن هناك نمطا ما قد لا يكون هو ذات النمط السائد أو الذي سيسود خلال المرحلة المقبلة؟ يعني بالفعل هذه ظاهرة مهمة، أن عملية التحديث الجارية في المملكة العربية السعودية تتسم بدرجة كبيرة من الاستقرار. وتفسيري هنا أن هناك طلب، كان هناك طلب على عملية التحديث في المملكة العربية السعودية، وهذا الطلب كان يتركز بالأساس في يعني قطاع الشباب، وهو قطاع يعني يمثل نسبة كبيرة من المجتمع السعودي، ربما يعني تصل إلى 50% أو أكثر، وداخل شريحة محددة أشرت إليها قبل ذلك وهي المرأة. فهذه القطاعات الجديدة يعني لديها طلب كبير، أو كان لديها طلب كبير على التغيير والتحديث داخل المملكة العربية السعودية. ومن الناحية العملية كان هناك تحديث بالفعل أو تغيرات اجتماعية تجري على الأرض، وبالتالي عندما يأتي مشروع للتحديث يتوافق مع هذا الطلب على التغيير داخل هذه الشريحة المهمة التي تمثل جزء من المستقبل، أو هي بالأساس يعني التي ستحمي أو ستدافع عن أي مشروع للتحديث يتعلق بمستقبل المملكة العربية السعودية، هذا في رأيي هو الذي وفر لمشروع التحديث درجة كبيرة من الاستقرار ودرجة كبيرة أيضا من النجاح، وسيضمن لها درجة كبيرة من الاستدامة في المستقبل. لأن مشروع التحديث ليس مشروع يعني جزء، هو بالفعل جزء من رؤية القيادة السياسية أو النمط الجديد من القيادة السياسية في المملكة العربية السعودية، لكن هو في نفس الوقت يتعامل مع طلب حقيقي على التحديث داخل المجتمع السعودي. وبالتالي حدوث هذا التوافق أو التلاقي بين طلب على التحديث والتحول الاجتماعي داخل المجتمع السعودي من ناحية، ووجود قيادة سياسية أو جيل جديد من القيادات السياسية يمتلك التعبير عن هذه الرؤية ويجسدها في وثيقة يعني أصبحت تلقى اهتمام كبير ودرجة كبيرة من الشرعية داخل المملكة العربية السعودية، وهي المعروفة برؤية 2030، هذا هو الذي يضمن في رأيي استدامة هذه الرؤية وقدرتها أكبر، قدرتها على تحديث يعني نقلات نوعية داخل المجتمع. نفس هذه النقطة سأنقلها للأستاذ سعد الحامد. أستاذ سعد، كيف أمكن ابتلاع ثم هضم هذه التغييرات وبعضها أو الجانب الأكبر منها وصفته حضرتك بأنه أقرب إلى التغيير الجذري، كيف استقبلها المجتمع السعودي بتركيبته المختلفة على مدار هذه السنوات بكل أشكال التغييرات التي طرأت؟ في الحقيقة هنالك قناعة بأن هنالك لابد من أن يكون هنالك تحديث أكبر في العديد من النواحي، وهنالك قناعة لدى الشباب، يعني الجيل، يعني نسبة كبيرة من سكان المملكة العربية السعودية هم فئة الشباب الذين مؤمنين بأن هنالك لابد أن يكون هنالك تغييرات جذرية، وأن هنالك حقبة سابقة لابد أن تنتهي يعني سلبياتها وإيجابياتها، وأن القادم سيكون أحسن، وأن هذا الشباب لديه رؤية ولديه مستقبل، لديه أحلام يريد تحقيقها، يريد أن يتغير من الفكر. يعني الجميل في هذه الرؤية وهذه التغيرات بأن الفكر تغير، القاعد بدأ هنالك استجابة، وهنالك يعني العديد من أطياف المجتمع بدأت تساير هذه الرؤية على جميع النواحي، وبالتالي هذا ما ساعد في نجاح هذه الرؤية ويعني نجاح القيادة بأن يعني توصل ما تريده من خلال هذه الرؤية. فعلا هي رؤية ملهمة، استطاعت أن تغطي العديد من النواحي، ولدينا ورأينا بأن العديد من الدول استطاعت أن تستنسخ هذه الرؤية. يعني العديد من الدول استفادت من النواحي الموجودة في رؤية المملكة 2030، إضافة إلى نقطة مهمة وهي أن كل الشراكات الآن وكل العلاقات التي تنسج الآن والانفتاح الذي تعيشه المملكة العربية السعودية تحاول أن تستفيد منه دول أخرى مجاورة، وهذا جميل أن تستفيد من خلال يعني النواحي الموجودة، النواحي الاقتصادية، التجارية، الاستثمارية، السياحية، الثقافية، التعليمية الموجودة في الرؤية. كل الدول تريد التي يعني تحاول أن تنسج شراكات تحاول أن تستفيد من هذه الجوانب لخدمة اقتصادها وخدمة يعني أوطانها وكذلك خدمة المملكة العربية السعودية. هو جانب متبادل الآن، جانب تبادلي بين المملكة وبين الدول الأخرى، وبالتالي يعني من الجميل جدا أن يعني يكون هنالك استفادة أكبر. إضافة إلى أن الوعي السياسي لدى المملكة العربية السعودية، يعني المملكة يعني مواقفها الثابتة هي مواقف راسخة وثابتة وحكيمة في العديد من المواقف، ورأينا بأن هذا الفكر أيضا ترسخ في القيادة، يعني استمر مع القيادة الجديدة،
يعني يمكن زاد قليلا موضوع الانفتاح بشكل يعني بشكل كبير. هذه العلاقات التي تنسج الآن بين الدول المجاورة وتقل يعني الذهاب إلى سياسة يعني البعد عن تصفير أي يعني شوائب في العلاقات بين الدول المجاورة والمحيط الخليجي والمحيط الخليجي والمحيط العربي والمحيط الإسلامي، كل هذه ساعدت على انتشار أكبر لما تريد أن توصل هذه الرؤية، نجاح أكبر على الجوانب الاقتصادية. نحن نتكلم عن دولة اقتصادية ناشئة استطاعت أن تفرض يعني نفسها، نتكلم عن جيل من الشباب استطاع أن يفرض نفسه عالميا وعلى دول كبرى. عندما نتحدث عن أن الآن مثلا أن تطلب وساطات من المملكة العربية السعودية في الحرب الروسية الأوكرانية، أن تكون المملكة أن تقدم المملكة العربية السعودية أن تدخل في يعني حل نزاعات. لكن سعد على المستوى المجتمع الذي نقلت لحضرتك السؤال بخصوصه، كيف يمكن للمملكة العربية السعودية أن توازن ما بين اعتبارات مختلفة على رأسها أن في النهاية المملكة العربية السعودية وملكها هو خادم الحرمين الشريفين، هي قبلة المسلمين، هي تشكل جانبا وجدانيا وعاطفيا لا يمكن إخفاؤه بحال من الأحوال لما يزيد على 1.5 مليار مسلم تقريبا في أصقاع الأرض، كيف يمكن الموائمة بين اعتبارات ضرورة إحداث هذه التغييرات وفي ذات الوقت الحفاظ على الخط الناظم للمملكة العربية السعودية في هذا الإطار؟ هويتها الإسلامية، نظامها الأساسي ينطلق من نظام الأساسي للحكم ينطلق من الهوية الدينية، المرتكزات، القيم. أستاذ سعد، لوجود الحرمين الشريفين. نعم نعم، أتمنى أن تعيد فقط هذه النقطة لأن الصوت تقطع، إن كنت تسمعني أتمنى أن تعيد حضرتك هذه النقطة. نعم. أريد أن أشير بأن المملكة العربية السعودية مستمرة على هذا النهج منذ تأسيس المملكة العربية السعودية ومنذ مؤسس وتأسيس، بأن الهوية أنها هي يعني لديها المقدسات وهي مكة المكرمة، الحرمين الشريفين وهي قبلة المسلمين، وتوائم وتواكب بين رؤية المملكة 2030 وهذا الشيء. وفي كل الحالات رأينا مثلا على سبيل المثال عندما كان يعني القمة الأخيرة التي القمة الأمريكية السعودية في الرياض، كيف أن هناك يعني العديد من الأصداء لموضوع مثلا نشر القيم الأخلاقية مثلا مثل المثلية الجنسية وما إلى ذلك، وكيف كان ردة فعل القيادة السعودية والمجتمع السعودي والمنطقة ككل. القيم الإسلامية هي منطلق كل وأساس لكل يعني المنطلقات في المملكة العربية السعودية. الهوية الإسلامية موجودة، القيم والراسخة موجودة، والآن هذه الرؤية تحاول أن تواكب وتوائم بين هذه الشيئين داخل المجتمع. مررنا بسنوات سابقة كان هنالك شيء يعني بعض الأطياف التي لديها بعض الفكر التشددي نوعا ما أو الانغلاق التزمتي، الآن نحن ننفتح بشكل أكبر، نريد أن يكون هنالك مجتمع منفتح، نريد أن يكون هنالك عقول ملهمة. نريد رأينا بأن هنالك الآن موجود عندنا الترفيه، السياحة، الثقافة، في كل المجالات، التعليم الآن يعني خذ مجال آخر يعني أوسع. إذن المملكة العربية السعودية من خلال رؤيتها توائم، وهو منطلق من منطلقات النظام الأساسي للحكم. نعم. وهو الهوية الإسلامية وتعاليم الدين يعني السمحة أكيد. نعم. نعم دكتور محمد فايز فرحات، صحيح أن قرار التغيير أو التحديث هو قرار نابع من رؤية وقيادة المملكة العربية السعودية، لكن في النهاية المملكة العربية السعودية دولة كبيرة في المنطقة العربية وفي الخليج العربي، كيف تنظر دول الإقليم، الدول المحيطة، الدول ذات العلاقات الاستراتيجية الكبيرة مع المملكة العربية السعودية فيما يخص خطوات التغيير المتخذة الآن؟ يعني أعتقد أن هناك علاقة إيجابية بين التغييرات أو التحولات الاجتماعية والثقافية والمراجعات المهمة التي تجري داخل المملكة العربية السعودية والاستقرار في المنطقة. يعني بمعنى أنه عندما يتم ضبط العلاقة بين الدين والدولة في المملكة العربية السعودية، عندما يتم يعني تجري مراجعات مهمة لبعض الأدوار
أدوار بعض المؤسسات أو الكيانات الدينية داخل المملكة العربية السعودية عندما يتم ضبط العلاقة مع تيارات فكرية معينة، كل هذا يخدم المنطقة، بمعنى أنه يخدم بشكل عام ضبط العلاقة بين الدين والدولة، العلاقة بين الدين والسياسة، وأعتقد أن هذا جزء من المراجعات التي تجري بعد ما عرف بتجربة الربيع العربي. يعني في هذه المرحلة كان هناك صعود كبير للتيارات الدينية، وكان هناك لديها مشروعات خاصة، مشروعات سياسية خاصة حتى فوق الدولة وفوق المجتمع. لكن عندما يعني المملكة العربية السعودية من خلال المراجعات التي تتم لطبيعة العلاقة بين الدين والسياسة وطبيعة أدوار مؤسسات دينية وتيارات فكرية معينة، كل هذا يخدم المشروع الكبير للدول الوطنية أو الدول الكبيرة في المنطقة، ومنها أو على رأسها مملكة مصر والمملكة العربية السعودية، في إطار المشروع الرئيسي لهذه الدول، وهي الحفاظ على الدولة الوطنية أولا، وإعادة ضبط العلاقة بين الدين والسياسة في المنطقة. أعتقد كل هذا يخدم ما يجري في المملكة العربية السعودية من تحولات اجتماعية وفكرية مهمة، يخدم المشروع الكبير والرئيسي للمنطقة العربية الذي قام على استلهام دروس يعني مرحلة ما عرف بالربيع العربي. وهذا في رأيي يفسر الدعم الذي تقدمه الدول العربية والمحيط الخليجي لمشروع التحديث ومشروع يعني التغيير الاجتماعي والثقافي الذي يجري في المملكة العربية السعودية، لأنه هو في رأيي جزء من المشروع الرئيسي للدول الرئيسية العربية الكبيرة في المنطقة، وجزء أيضا من استلهام دروس مرحلة ما عرف بالربيع العربي. فأعتقد أن هل بالضرورة سيستتبع هذا بخطوات تحديث أو خطوات تعديل أو خطوات تغيير ضمن المحيط الخليجي على وجه الخصوص بحكم ما تمثله المملكة العربية السعودية من ثقل وازن في هذه المنطقة، ولا هناك قدر من الخصوصية لكل حالة على حدة؟ يعني بالتأكيد هناك قدر من الخصوصية، بالإضافة إلى ذلك هناك احترام أيضا من جانب الدول العربية لخصوصية مسار التحول في أي دولة. كل دولة يعني هناك توافق كبير في الأهداف والمصالح، لكن يظل هناك يعني احترام متبادل لحق كل دولة في اختيار المسار الخاص بها في التطور والتحول، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي والاجتماعي والثقافي. فأعتقد أن لكن في النهاية هذه التجارب الناجحة بالتأكيد يكون لها تداعيات على المنطقة بشكل عام، بمعنى أن نجاح مشروع للتحديث في إحدى الدول العربية بالتأكيد هذا يشجع مشروعات التحول والتحديث في دول أخرى. لكن يظل هناك في رأيي يعني أحد السمات المهمة وأحد أيضا يعني معطيات العلاقات العربية خاصة بين القوى الكبرى مثل مصر والمملكة العربية السعودية، هي احترام حق كل دولة في اختيار المسار الخاص بها في التحول بشكل عام، سواء كان تحول يعني سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي أو ثقافي. أستاذ سعد الحامد، هذه قيادة جديدة، أنت استعملت هذا التعبير، وهناك سياسيون سعوديون حتى استعملوا هذا التعبير ضمن دوائر غربية بأن هذه قيادة جديدة، ونحن مجموعة أغلبنا من الشباب ولدينا آمال وأحلام تلامس عنان السماء. هل هذه الفلسفة انعكست حتى في طريقة إدارة المملكة العربية السعودية لسياستها الخارجية للابتعاد عن مساحات الاستقطاب التي أصبحت حتمية في بعض الأحيان، وبالتالي الانفتاح على الولايات المتحدة وعلى روسيا وعلى الصين وعلى الجميع في آن واحد، ولا ليس بالضرورة الربط بين هذه التغيرات وبين الفلسفة الجديدة إذا جاز التعبير للمملكة؟ حقيقة المملكة العربية السعودية في سياستها الخارجية دائما يعني تستخدم منطق الحكمة، يعني ورأينا يعني كما أسلفت بأن هنالك مواقف ثابتة وراسخة. المملكة العربية السعودية رأيناها في النزاع في الحرب الروسية الأوكرانية كانت حيادية، رأيناها أيضا في يعني في قرارات منظمة الأوبك والمناشدات الكثيرة من الولايات المتحدة ب يعني تخفيض أسعار النفط، رأينا بأنها كانت هي والمجموعة الموجودة في منظمة أوبك تنشد استقرار الأسواق. يعني لا يوجد مصلحة آنية أو لدولة على حساب الأخرى، نحن المملكة سياستها دائما هي أن يكون هنالك استقرار في أسواق النفط، أن يكون هنالك سياستها الخارجية مع الدول، لا يكون هنالك يعني
تغليب ل يعني دولة على الأخرى. المملكة الولايات المتحدة وروسيا هم قوى عظمى، لديهم صراع داخل يعني صراع قوى، هذا الصراع منذ سنوات، وهم يعني وهنالك حرب باردة بين الولايات المتحدة والصين وروسيا، وهذا يعني من يعني بعد يعني الحرب العالمية الثانية، وهنالك استقطاب كبير بين الولايات المتحدة وروسيا، وعندما انهار الاتحاد السوفيتي وجدنا الآن أقطاب ظهرت وتحاول أن يكون هنالك تغير في المنظومة الدولية بشكل أو بآخر، بحيث أن تكون هنالك تعدد للقوى ولا يكون هنالك سيطرة من قبل الولايات المتحدة بمفردها. وبالتالي المملكة العربية السعودية تنشد مصالحها الوطنية، تتعامل مع جميع الأطياف يعني من ميزان واحد، ولديها علاقات مع الولايات المتحدة، لديها اتفاقيات أمنية، لديها اتفاقيات استراتيجية مع الولايات المتحدة، علاقات وطيدة من 89 سنة. روسيا كذلك، الصين أيضا لديها شراكات كبيرة معها، رأينا زيارة رئيس الصين للمملكة العربية السعودية ويعني أهميتها بالنسبة للمملكة العربية السعودية. أي وبالتالي أنا لا أستطيع يعني أنا كدولة الآن لا أستطيع، وأنا أتكلم من منطلق مراقب، أنا كدولة الآن بحجم المملكة العربية السعودية لا أريد أو ليس من العقلانية أن يعني أغلب مصلحة دولة عظمى على أخرى، يعني لابد أن نكون يعني منصفين، ولابد أن نكون عقلانيين. المملكة العربية السعودية تنظر بمنظور واحد لدول يعني لهذه الدول العظمى، لأن لن تستفيد أي شيء من وجود أي صراع بينها وبين هذه الدول، يعني بين هذه الدول. كذلك انحياز لم تنحاز أيضا إلى روسيا، والدليل أنها قدمت مساعدات لأوكرانيا، أنها دخلت في حل مرحلة تبادل الأسرى بين أوكرانيا وروسيا، قدمت مساعدات لأوكرانيا. إذن المملكة تنظر بمنظور واحد لهذه الدول، وكما قلت لك حتى التدخل في سيادة الصين، الولايات المتحدة لديها مشاكل كبيرة مع الصين، التدخل يعني انحيازها بشكل إلى تايوان بشكل أو بآخر إلى تايوان على حساب الصين. المملكة العربية السعودية لا 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 تريد أن تتدخل في الشؤون الداخلية لدولة مثلا مثل الصين، يعني كل دولة تحدد مسارها، كل دولة حرة فيما يخص أمورها الداخلية. وبالتالي من هذا المنطلق انعكست هذه انعكس يعني السياسة الخارجية انعكست بشكل أو بآخر على علاقات المملكة مع الدول العظمى، ورأينا أن هذه القيادة الشابة فعلا لديها إدراك كبير. رأينا كم قمة جاءت إلى المملكة العربية، كم قائد عالم يعني الرئيس الأمريكي جو بايدن جاء إلى المملكة العربية السعودية وعقد قمة مع القادة مع الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، الرئيس الصيني، أيضا عدة دول أخرى أتت إلى المملكة العربية السعودية، الرئيس الفرنسي. هذا يعطينا انطباع ومعيار بأن المملكة العربية السعودية تملك الزخم، وهذه القيادة الشابة لديها رؤية يعني إيجابية فاعلة، استطاعت أن تخلق يعني الفرق. طبعا كل هذا هو امتداد لسياسة المملكة السابقة، يعني هذا النجاحات التي تحقق الآن هي امتداد لسياسات المملكة العربية السعودية الخارجية السابقة، ولكن الآن برؤية مختلفة معاصرة تواكب التطورات، تواكب التحولات، تواكب المستجدات والتحديات والمخاطر. ولا ننسى المخاطر الكبرى التي تحيط بدولنا العربية، ومنها التمدد الإيراني، الحرب في اليمن، لبنان والتدخل، أذرعة إيران فيها، سوريا. المملكة العربية السعودية لديها مشروع لمواجهة هذه الأخطار طبعا وهذه بعضها يشكل شواغل تاريخية للمملكة العربية السعودية. دكتور محمد، القرار داخلي وقرار سيادي سعودي هذه مسألة مفروغ منها، لكن ماذا عن التفاعل الدولي مع ما يجري من متغيرات في الساحة السعودية؟ هل ينظر إلى هذا الأمر باستحسان كبير؟ هل الكل يقف موقف المراقب لانتظار ما سيكون أم ماذا؟ يعني كما أشرت قبل ذلك، يعني كل دولة لها الحق في اختيار مسارها في التطور على مختلف المستويات، وهذه مسألة يعني مقررة في المواثيق الدولية بما فيها ميثاق الأمم المتحدة. لكن بعيدا عن الثوابت أو ثوابت القانون الدولي، هناك مصالح دولية
وفي رأيي كما أشرت قبل ذلك هناك مصلحة لدى دول الإقليم على مستوى الشرق الأوسط في التحولات الجذرية التي تجري داخل المملكة العربية السعودية على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والثقافي. يعني على سبيل المثال يعني التحولات التي تجري في رأيي سوف تهمش بشكل كبير بعض التيارات الدينية في المنطقة، لكن أيضا حتى على المستوى الدولي أعتقد أن هناك مصلحة دولية فيما يجري داخل المملكة العربية السعودية، ليس فقط لأن ما يجري سينعكس على استقرار إقليم الشرق الأوسط وسينعكس أيضا على المصالح العربية، لكن هو أيضا ينعكس على المصالح الدولية، وهناك أمثلة عديدة تؤكد هذا. يعني على سبيل المثال يعني الحرب الروسية الأوكرانية كشفت بشكل واضح عن أهمية إقليم الشرق الأوسط خاصة فيما يتعلق بقضية الطاقة. حدث ارتباك كبير في أسواق الطاقة العالمية بعد الحرب الروسية الأوكرانية، المملكة العربية السعودية كانت جزءا من الحل في قضية الطاقة في العالم، لأنه العالم انتبه مرة أخرى إلى أن الإقليم الشرق الأوسط والدول الخليج العربي والدول المصدرة والمنتجة للنفط وعلى رأسها المملكة العربية السعودية فاعل رئيسي في هذه السوق، وبالتالي عادت مرة أخرى المملكة العربية السعودية من خلال ما تمتلكه من أوراق فيما يتعلق بهذه القضية لتؤكد أهمية إقليم الشرق الأوسط للقوى الكبرى وتحديدا أيضا للولايات المتحدة الأمريكية وكل الاقتصادات الدولية المستهلكة للنفط. فبالتالي هناك مصلحة دولية في استقرار المملكة العربية السعودية، هناك مصالح دولية أيضا في التحولات التي تجري على المستوى الاجتماعي والثقافي، لأنه أيضا حتى طبيعة التحولات التي تجري في داخل المملكة العربية السعودية هي جزء من عملية يعني التوافق بين القيم الداخلية في المملكة العربية السعودية مع القيم العالمية. صحيح أن مازال هناك بعض الاختلافات أو التميزات بين الثقافة العربية بشكل عام سواء على المستوى أو القيم الثقافية والاجتماعية وبين الكثير أو بعض القيم الدولية، لكن تظل هناك مساحة مشتركة بين ما يجري في المنطقة وبين العالم. أعتقد إلا إذا كانت المساحة هذه قد تستغل لبعض المناكفات، وأستاذ سعد الحامد كان قد أشار إلى بعض هذه النماذج. أنا أشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد فايز فرحات مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، كنت معنا على الهواء مباشرة، أشكر حضرتك شكرا جزيلا، وأشكر كذلك من الرياض عبر سكايب الكاتب والباحث السياسي الأستاذ سعد عبد الله الحامد، شكرا جزيلا لكم. هذه الحلقة لا تزال مستمرة مع حضراتكم، لنا عودة في نقاش جديد بعد هذا الفاصل.